يعني كل المتواصلين معانا في هذه اللحظات على الرسائل النصية القصيرة. علي الزبير صديق البرنامج يقول مساء الخير، مساءك ورد، ربنا يجعل حياتكم كلها سعادة أنتم والمستمعين، ربنا يكفيكم شر الثرثرة لأنها مرض لا يوجد لها علاج. تحية لك أخوي علي. أيضا حمد محمد يقول السلام الله عليكم، مساء الخير عليكم وعلى الجميع. موضوع الثرثرة، الثرثرة بدون معنى يبعد عنك الناس، وشيء ثاني إذا عطيته مجال أكثر في الكلام والاستماع. المثل يقول لسانك حصانك. وشكرا لكم أخوكم حمد محمد حمد، تحياتنا لك. أيضا رسالة تقول مساء الخير مساء ورد، أرى وسائل الاتصال الحديثة حدت من الثرثرة وأصبحت بالأنامل والبصر فقط، وأنا لا أطيق الثرثرة والإعادة. صح كلامك، صارت الثرثرة بالكتابة بعد ما كانت الثرثرة بالكلام والصوت. إبراهيم زايد مساك الله بالخير، يقول مساكم أسعد الله مساءكم بكل خير، تحية للبرنامج. موضوع جميل عن الثرثرة، في ثرثرة ممتعة وثرثرة سيئة، لكن أقول أنا أقول الظاهرة موجودة في مجالسنا دائما، هي ظاهرة موجودة في مجالسنا دائما. تحياتي لك إبراهيم زايد، شكرا لك على التواصل. إليكم مع التحية. معكم مستمعين متواصلين على الهواء حتى الواحدة والنصف في مساحتنا الحرة. حديثنا اليوم عن الثرثرة وأنواعها وكيف تتعامل مع الشخصية الثرثارة. ومعنا اتصال، نقول مرحبا. يا هلا مرحبتين أختي زهرة، ويعطيكم العافية على البرنامج. الله يعافيك إبراهيم، شلونك؟ الله يسلم، الحمد لله رب العالمين. تفضل. بالنسبة لموضوعكم جيد جدا اليوم، وخير الكلام نقول مقلة وجل. بالنسبة للثرثرة، طبعا الثرثرة موجودة في مجالسنا، لكن أنا أقول هل الثرثرة مفيدة ولا الثرثرة غير مفيدة؟ نعم، كثرة الكلام من الفائدة، ولكن هذه يعني الإنسان لابد أن إيش يقض من الكلام، وذي يكون على وعي أنه لما يتكلم الكلام يكون مفيد. نعم، يقول دائما إذا تكلم يعني يكون يعرف شو قاعد يقول يعني، لكن آخذ قد عقله ولي ما رح أحط معنويته ولا أرفع صوتي عليه ولا ذي، لا أخذه وأمشي معاه يعني. نعم، لكن أقول يعني الثرثرة المفيدة أحسن من الثرثرة الغير مفيدة. نعم، هذا لابد منه. يعطيك العافية أخوي إبراهيم، تحياتي لك على هذه المداخلة، وشكرا لك على تواصلك معنا على الرسائل النصية يوميا. أبو نورة على الرسائل النصية القصيرة يقول عساكم على القوة، الرجل لا يتكلم كثر المرأة، كما قيل قديما من أحد الحكماء بأن أخرض يموت في جسم المرأة هو اللسان. أخوكم أبو نورة، تحياتي لك أبو نورة، وجهة نظر. نرجع لتواصلكم معنا، ومعنا أبو عبد الكريم، مساء الخير. السلام عليكم، الله يمسيك بالنور والسعادة. يا هلا ومرحبا فيك أخوي أبو عبد الكريم، شلونك؟ الله يرحمه والديك بخير وسلامة، الحمد لله. الله يسلمك، تفضل. نتكلم عن المجالس، المجالس لها آداب وأصول. نعم. سواء من أصحاب المجلس أو من الضيوف القادمين إلى المجلس. نعم. واللي من وجهة نظري اللي بتحكم في الشيء هذا صاحب المجلس، ممكن يوجه الحديث إلى حديث حسن. نعم. ممكن يوجهه إلى حديث غير حسن، يكون كل الكنترول عنده أو تحكم يعني. نعم. إذا شاف إنه الجماعة مثلا الضيوف خرجوا عن نطاق الموضوع أو ثرثرة ليست ذات أهمية، بإمكانه إنه ينهي الموضوع فورا وينتقل إلى موضوع ذو أهمية يعني الجميع يستفيد منه. نعم. وفي حديث كثيرة كثير عن الرسول، أذكر حديث منها ما معنى إنه شو عفوا يعني حتكلم باللغة العربية، ما معنى إنه إيش اللي بودينا الله يكفينا الشر إلى جهنم إلى حصائد ألسنة. يعني الإنسان هاي الله يكفينا شره. نعم أبو عبد الكريم، يقولون الثرثرة عند الأطفال دليل، يعني البعض قالون دليل على ذكاء الطفل لما يكبر، إيش رأيك؟ مش شرط يا أختي الكريمة. مش شرط، الطفل لما يكون
بحكم على الطفل بالذكاء حسن الاستقبال له اللي هو ممكن اجربه بالسمع وحسن التصرف بالعمل. اقول له مثلا اعمل الشيء هذا حيتصرف دون كلام دون صرصرة. هيك بحكم عليه من ناحية الذكاء. نعم. مش بالصرصرة. الذكاء لا يقاس بالصرصرة. إذا تحياتنا لك أخوي أبو عبد الكريم، شكرا لك على هذه المداخلة، يعطيك العافية. رسالة من أبو محمد يقول مسألة الثرثرة تعتمد على المزاج في بعض الأحيان، يعني إذا كان الموضوع يستحق الكلام والمناقشة أتحدث أنا كثيرا بشرط أن يكون الكلام ذو فائدة. أم حمد تحياتي لك، تقول هذا يعتمد على الموضوع نفسه، إذا كان الموضوع مثير ويهم المرأة ومثير لاهتمام المرأة فإحنا هني نشوف المرأة ثرثر أكثر، لكن لما يكون الموضوع يهم الرجل، الرجل هنا يثرثر أكثر بلا اختلاف. أبو عبد الهادي تحياتي لك للمرة الثانية، يقول أعتقد أن الثرثرة سببها الشخصية العصبية أحياناً، يعني لما يكون الإنسان عصبي سواء امرأة أو رجل كان الموضوع يستحق النقاش، يخرج كل ما عنده من كلام، تجدونه لا يسكت أبدا. أنا أيضا عندما أكون في مشكلة ما أتكلم كثيرا في موضوعي ولا أسكت إلا إذا استوفيت النقاش فيه. جميل كلامك أبو عبد الهادي، بالفعل يعني أنت أثرت نقطة جدا مهمة، في أغلب الأحيان تكون الثرثرة نابعة من الكبت والكتمان، يكون الإنسان شايل كثير في قلبه، يفكر في أشياء كثيرة في نفس الوقت، هذا الشيء يولد عنده طاقة قابلة للانفجار، والانفجار يكون عن طريق الثرثرة. إيمان تقول تحية لكل المستمعين، الثرثرة قد تكون ميزة سيئة أحيانا، فهي قد تتسبب في خراب البيوت إذا كانت ثرثرة سلبية وفيها نقل أسرار الآخرين من مكان لآخر، وأحيانا أو غالبا تتحول هذه الثرثرة إلى غيبة ونميمة. أبو أحمد يقول بصراحة هذا طبع في المرأة خاصة، فالثرثرة تجري في دماء المرأة وغالبا ما تكون مشاكل النساء بسبب الثرثرة على الفاضي والمليان. أبو مريم تحياتي لك، يقول كل إنسان يتكلم بكثرة ويثرثر، لكن تختلف طريقة هذه الثرثرة عند المرأة عن طريقتها عند الرجل، لأن المرأة تثرثر عن الموضة والطبخ والأطفال والمكياج، أما الرجال يثرثرون في أشياء أخرى مثل السيارات، السياسة، الاقتصاد وشؤونهم المالية وغيرها من اهتماماتهم. محمد علي صديق البرنامج يقول لا أرى عيبا في الثرثرة إلا إذا كانت في مواضيع تافهة أو على أي شيء، أيضا أرى العيب إذا دخلت هذه الثرثرة في خصوصيات الآخرين لأن فيها هدم للبيوت وتشويه لسمعة الغير. إليكم مع التحية.
فألبس في زنداد رعن من الزرد نالت تغربنا سألتها الوصل قالت لا تغربنا من رام منا وصالا مات بالكمد فكم قدير لنا بالحب ما تجاون من الغرام ولا